على مستوى السوق السعودية، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 0.55% عند مستوى 10905 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات ريال فاصل 278 مليون. وجاء سهم شركة صدر الخدمات اللوجستية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.96% ليغلق عند 41 ريالا فاصل 95. فلا سهم شركة أنعام الدولية القابضة بنسبة 9.82% ليغلق عند 26 ريالا. كما ارتفع سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية بنسبة 6.14% عند 15 ريالا فاصل 90. بينما تصدر سهم شركة الشرقية للتنمية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 6.15% عند 56 ريالا فاصل 50.